الله يبارك فيكم. مسلم يا عم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم اسكت شوية. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. عندي فيزة مشتريات اللي هي بشتري بيها أكل شرب وبسدد في مواعيدي من غير ما يبقى عليها أي غرامات ولا أي حاجة. بس ساعات قبل القبض مثلا بيوم بتزني مثلا في 200 جنيه اروح اجيبهم نقدي من الفيزا وتاني يوم احطهم بينزلوا فوائد 15 قرش 17 قرش. ده حرام ولا حلال؟ فوائد 17 قرش 12 قرش يعني فوائد ولا رسوم ولا ايه بالضبط؟ هما رسوم حقيقة. ما انا سحبت وسددت تاني يوم بيبقى 17 قرش 12 قرش. يعني يا اختي انا بسال سؤال بس. ايوه. يسمونها فوائد او يسمونها اجره الفيزا؟ اجره الفيزا اجره ان انت سحبت وسددت تاني يوم 17 قرش. اذا كانت اجره لا باس. اذا كانت فائده ربويه تحرم وان قلت.